مساء الخير جميعا. هو ميكروفونات كتيره بس واضح ان مفيش حاجه بتوصل صوت، فده بدايه طيبه جدا. يعني انا بشكر حضراتكم على استضافتي في معرض الكتاب وعلى استضافه الكتاب، وبشكر صديقه نشوى على التقدمه الطيبه اللي هي قالتها. وعايز بس اكد على سبب اصراري ان الكتاب يكتب قبل 30. سبب اصراري ان الكتاب يكتب قبل 30 لان كما يقال ان الحبر لا يكتم سرا، واننا كان في رغبه حقيقيه في ان نرى الامور على حقيقتها من غير ما يدخل عليها احداث جديده، وان الامر في كل الاحوال ما تحتاجه مصر في الحقيقه بغض النظر اتت 30/6 في لحظتها او تاخرت عنها شهرا او شهرين او سنه او سنتين، سيبقى لمصر نفس الاحتياجات، وسيبقى نقطة الانطلاق الأولى واجبة، وهي أن نبدأ من نقطة الانطلاق الإنساني. بمعنى أبسط، إحنا معنيين جدا في الوقت الحالي بالقضايا الاقتصادية، ومعنيين جدا بالقضايا السياسية، ولكن كما يقال لا يمكن أن نبني قصورا اقتصادية على تربة سياسية رخوة، ولا يمكن أن نبني قصورا سياسية على تربة مجتمعية رخوة. ومن ثم أقول أنه لا يمكن أن نبني قصوراً مجتمعية، يعني لا يمكن أن نبني مجتمع على تربة إنسانية رخوة. ما أريد أن أقوله في هذا الكتاب اللي هو غير مرتبط بثلاثين ستة كتاريخ، وسيبقى أمراً يلزم أن ألتفت إليه كثيراً، إن ما حدث لنا قبل 25 يناير 2011، واللي استعيد جزء كبير منه بحدث 25 يناير وبثورة 25 يناير 2011، هي كانت لحظة استعادة إنسانية. نحن ما حدث لنا في قبل 25 يناير 2011 هي حالة من حالات فقدان الإنسانية، أو في بعض أجزاء هذا الكتاب أنا أتحدث عن حالة مسخ حصلت في هذا المجتمع. وبالتالي القضية ما كانتش مرتبطة فقط بأن 30/6 تخلص هذا البلد من أحد ملامح الفاشية الدينية، واللي هي أحد تجليات الفاشية في يعني على إطلاقها، ولكن أن نقطة البداية بدأت في 30/6/2013، أو كانت ستبدأ بعدها لو لم يقدر الله أن يكون ما حدث قد حدث بهذه العبقرية التي حدث بها في 30/6. اللي كان حيتأجل هو تاريخ البداية، واللي كان حيتأجل هو أو اللي حيزيد هو طبيعة التحديات التي سنواجه بها، لأن كان حيكون محاولات التجريف في الإنسان التي تحدث في هذا المجتمع ستزيد، لأنها كانت ستؤطر بنوع من أنواع الاستبداد الديني أو الفاشية الدينية. الأمر الآخر لقارئ هذا الكتاب كما أؤكد، هذا الكتاب وإن كان يتحدث فيما أسميه مدونات عن وقائع تاريخية عشناها جميعا، ولكن كما أقول هو يتحدث في التاريخ ولا يتحدث في الماضي، وهناك فرق كبير ما بين التاريخ والماضي. التاريخ هو حكمة الماضي، التاريخ هو فلسفة الماضي، لماذا حدث ما حدث؟ هي تجربة ما حدث. ولهذا السؤال الأهم اللي احنا محتاجين يبقى ملازم لنا في كل وقت قادم في هذا الكتاب أو في غيره، ألا نكون معنيين أكثر بسؤال ماذا نفعل، ولكن أن نكون معنيين أكثر بسؤال لماذا نفعل. يعني يلزم أن نكون أكثر عناية في مستقبلنا في كل خطوة نخطوها. ببساطة، نحن في خريطة مستقبل، كان هناك دستورا يكتب، كتب بكيفية معينة، وهي كيفية راقية جدا ورائعة جدا، ولكن يلزم أن يسأل كل منا سؤال لماذا دستور أكثر مما يوجد في هذا الدستور. عقد اجتماعي، لماذا عقد اجتماعي؟ ما الذي يلزم أن يسبق العقد الاجتماعي؟ ما الذي يلزم أن يسبق الدساتير؟ ما الذي يعطي للدساتير معناها؟ ما الذي يعطي للعقد الاجتماعي معناه؟ يوجد ما يسمى في كل دولة نشأت، ونحن كنا في مرحلة للأسف شديد قبل 25 يناير وبامتياز فقدنا كثير مقامات الدولة، بقينا في مرحلة ما يسمى ما قبل الدولة. في لحظات إنشاء الدول عادة ما تنادي الدول أو الأمم الناشئة على إنسانيتها بما يسمى إعلانات، إعلان حقوق إنسان للثورة الفرنسية، إعلان استقلال أمريكي، جمل تؤكد على مبادئ إنسانية لا تتغير. الإنسانية ببساطة مقاومتها كما نقدرها في هذا الكتاب هي الحرية والعدل والكرامة. ونقرر في هذا الكتاب أن الفارق، عشان نقول لما احنا بنقول إنسانيتنا سلبت مننا، ضاعت أو ضيعت، ولكن هذا لم ينهي عنا بشريتنا، بقينا كائنا حيا، الكائن الحي يحيا بالماء.
ولكن الكائن الإنساني اللي هو بيسمى بالإنجليزي الهيومن بينج بيحيا بما بعد احتياجاته البيولوجية بالحرية وبالعدل وبالكرامة. هذا ما سلب منا وهذا ما ضيعناه اختيارا أو قهرا ما قبل 25 يناير وما استعيد في 25 يناير وما تم التأكيد على استعادته في 30 يونيو. وبالتالي هذه الأمور يلزم أن تبقى باقية لأنه ما بقينا محافظين على هذه الإنسانية سنستطيع أن نحافظ على كل ما نريده في المستقبل. على هذا النحو يلزم أن نسأل أنفسنا في كل خطوة نأخذها إذا كانت الخطوة دي سياسية كإنشاء دستور مثلا، لماذا دستور؟ قبل ما هو الدستور؟ إلى أي مدى سيعين هذا الدستور على استعادة الإنسانية لهذا المجتمع؟ إلى أي مدى سيستطيع هذا الدستور أن يستعيد لهذا المجتمع أو يبقي لهذا المجتمع حريته المؤسسة لعدله والمحافظة على كرامته؟ آخر من كتب في العدل فيما يسمى عصر الصناعة رجل فيلسوف هندي اسمه أمارتيا سن، وكان يتكلم على فكرة أن العدل مؤسس على الحرية. نستطيع أن نقول نحن في عصر جديد العدل مش هيؤسس على الحرية بس، هيؤسس على ما يسمى الأهلية أيضا. وبالتالي حين نكتب دستورا نتحدث عن تكافؤ الفرص، وحين نتحدث عن ديمقراطية مصرية قادمة يلزم أن يأتي ما يسمى قضية أو حديث الأهلية. ولهذا بدأت هذا الكتاب بما قلت أن هناك محنة عشناها جميعا كمصريين وعرب اسمها محنة العقل، وتتبدأ أكثر مما فيما تتبدأ في قضيتين أو في محنتين. محنة الهوية، أنا أريد لنا أن نكون في حالة تململ ما هي هويتنا، وأريد هذا الأمر يعني بشكل كان فيه قسوة شديدة جدا وقصته مذكورة في الكتاب يعني فيما بعد حرب 67 تحديدا. ثم محنة الأهلية وهي كيف يلي الأمر أهله في هذا المجتمع، وإن لم يلي الأمر أهله في هذا المجتمع، إن لم يتقدم المؤهل أكثر ونوجد في هذا المجتمع القدرة على أن يقدم المؤهل سيكون لدينا يعني قدر كبير من المعاناة في المستقبل إن شاء الله نرجو ألا نصل إليها. تفاصيل الكتاب كثيرة، يسعدني أن أجيب عن تفاصيل الكتاب مرتبطة بالواقع وألا يكون هذا يعني اختبارا لقدراتي المعلوماتية عن الواقع في كل الأسئلة. فأنا لست يعني صحفي بالنشأة ولا بالممارسة، أنا مجرد رجل أعمل متواضعا في مجال الفكر إدارة وعملا. فالأسئلة تكون فيما يقال السياق المنطقي أكثر منها السياق المعلوماتي إذا أردتم يعني. أشكركم شكرا جزيلا.